السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا حبة كبسة ضاني، وعلى ما اعتقد ان احنا بقالنا مدة كتير قوي ما عملناهاش. يعني عملنا كبسة بانواع حاجات كتيرة جدا، بفراخ وبسمك ومش عارف بإيه إيه إيه إيه. لكن من ايه؟ والله بالمكرونة حاضر. وعملناها بالفريك ماشي. ماشي ماشي، وبسلة عصفور ماشي. طيب النهاردة بقى هنجدد ونعمل حاجة جديدة برضو ان شاء الله هتعجب حضراتكم. نشوف مقاديرنا. عندي لحمة ضاني، رز بسمتي، بصل، قرفة ناعمة، قرفة خشب، ليمو او ليمو ليمون، دراي ليمون. عندي حبهان، قرنفل، ورق لورو، طماطم، قرفة، مرق ولا ايه، زيت او سمنة، زيت او سمنة. وعندي ملح وفلفل وكرفس وكرات، بصل اخضر، زعتر وجوز الطيب. طيب بصوا بقى يا جماعة. نعم يا فندم. ها يا ابو عبده. السلام عليكم يا شيخ. صباح الفل يا غالي. صباح الورد والياسمين وكل حاجه حلوه حبيبي كده. حاضر معانا دايما. حاضر ان شاء الله. الله لا يغيبك يا ابو علاء. دايما حاضر يا اخويا. اللهم صل على النبي عليك وعلى القناه واللي شغالين في القناه يا شيخ. حبيبي واخويا، حبيبي واخويا، حبيبي. صباح الفل. وانت طيب يا شيخ. بعود الايام يا اخويا، الله يكبر بخاطرك. صباح الفل على عم عبده، حبيبنا وصاحبنا والراجل اللي احنا دايما بنحب نسمع صوته معانا على الهوا. طيب كده بقى هنشوف بقى هنعمل الكبسه ازاي. دي اللحمه بتاعتي. مع السمنه بنعمل لها صدمه. اهي. ليه بعمل لها صدمه؟ عشان اعمل لها شخصيه. عايز اعمل لها شخصية. برضه هنعملها بنظام جميل وبطريقة جديدة. ادي حبهان، زعتر، قرنفل، قرفة، دي وادي ورق لورو، ده الدراي، وادي الليمو، ده الدراي بتاعي. يا ست حباب يا حبيبه. ازاي حضرتك؟ صباح الفل يا ست العرايس. صباح حضرتك. طيب وانت طيبه يا قلبي. انا بحب اكلات حضرتك قوي حبيبتي. صباح الهنا على عيونك يا قلبي. واحلى حاجه في حضرتك ان حضرتك بتصلي على النبي على طول. اللهم صل وسلم على هو ده مكسبنا ورزقتنا واكل عيشنا، صلاتنا على رسول الله. بيفتح الابواب ونقفلها. عشان كده وانا فرحان بيكي عشان بتحب رسول الله. يعني انا فخور وفرحان بيكي. انا عايزه طريقه النجد. اللهم صل عليكي حبيبي. اموريني يا ست العرايس. عايزه طريقه النجد. نجد؟ أوه. عيني يا روحي، عيني يا روحي. صبحي لي على بابا وماما كده. شايف يا عم الحاج؟ ابهرها على طول. وادي فلفل عشان الحاجه تطلع ليها شمخه وطعم وريحه. طيب هنا عندي بصلايه كبيره، بقطعها قطع كبيره شويه غير المفروم. يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ست عرايس ازيك يا سيف؟ عامل ايه؟ صباح الفل يا هاجر. انا بحبك قوي حبيبتي. صباح الفل على بنتي. انا طالب من حضرتك طلب صغير. نعم ومر يا قلبي. عايزه حضرتك تدعي لي بس نطلع بكره على خير من امتحاني. تعملي يا فندم؟
اطلع بكره على خير بس من امتحان، ادعي لي والنبي ان شاء الله من الاوائل باذنك يا رب. من الاوائل يا بنتي، من الاوائل يا حبيبتي، ان شاء الله من الاوائل يا بابا. ربنا يا رب ينجحكم كلكم يا رب. هنا دول حبة البصل، دول اللحمة بتجلجل عندي كده. الله الله الله، بنزل بالبصل المكعبات ده. الله يا بلادنا الله. بعد كده عندي البصل المفروم، قال لي ما هو ده بصل وده بصل، قلت له اه بس ده ممكن يسيح ويتكسر ما تشوفوش فيها، لكن ده ممكن يقوم على الوش كبير اللي انا قطعته ده، ممكن يقوم على الوش. عايز تحس كده ان في ريحة طالعة على وشك حلوة، ريحة طالعة حلوة. بعد كده عندي ادي الكرفس، سبرينج اونيون. انا الكبسه بنعملها بطريقه غير السعوديه، طبعا السعوديه يعني بيعملوا كبسه واحنا بنعمل كبسه، بس دي مختلفه تماما عن بتاعه السعوديه، عشان ممكن حد يرفع عليها قضيه ويقول لك ده جاي بيقلد اكلنا وبيعمل وبيسوي، فاحنا بنغير فيه شويه كده عشان تبقى الحاجه بتاعتنا وبراحتنا. عم فرج سلام عليكم يا شيف. فين الرجال يا فرج؟ اقول لك على حاجه بيني وبينك، واقفين على عربيه الفول. الرجاله كانوا مستنيين ان الاستاذ المخرج يوزع عيديه فسابوني ومشوا. هو وزع عيديه يا شيف. ده وزع علينا كلنا. طب هو شبطت الناس فينا على الصبح. ها؟ شبطت الناس فيا جوه على الصبح. يا نهار ابيض. اه شبطت الناس فيا عجوة. يبقى انت كده اكيد اللي هتوزع. يا عم انا دخلت عشان ادي. لا بس خلي بالك من المحتمل تترمى عليك، عايزين الكعك والبسكويت. يا نهار ابيض، ده احنا نجيب لك لغايه البيت يا شيخ. حبيبي واخويا الله يسترها معاك. الله يسترها معاك. والله صباح الهنا عليك. صباح لي على الحبايب. كل الشباب بيصبحوا عليك يا حبيبي، نهارك ابيض يا حبيبي. طيب بصوا بقى يا جماعه، ايه الفرق بين الكبسة السعودي والكبسة المصري؟ هقول لسعادتك، وهي اصلا الكبسة بتاعتهم سبحان الله بتتاكل وبتطلهط لهط بطريقة غير ما تتخيلها، وعيش فيها غير طبيعي، لكن احنا بنعملها بطريقة انا بقول دايما الكبسة بتاعتي بتاخد حوالي 25 ايتم، لكن هم هناك ما بيعملوش كده. هناك في السعوديه بيجيبوا الذبيحه الحلوه الجميله بيكسروها، وهم عندهم بهارات الله اكبر يعني كل حاجه حلوه، وبيحطوها في البيون وشويه كركم وشويه زعفران وقرفه خشب وليمو وبتاع، وروحهم رامين الرز. ليها ريحه مفيش بعد كده. تعال انت بقى هنا قول لي انت حطيت كم ايتم هنا في الحله دي، كم نوع يعني كم صنف؟ هنعد ونقول صلى على النبي. ملح، فلفل، وسمنه، يبقى ايه دولت اللي بره الليله هنا، الملح والفلفل والميه، دول تلات حاجات. بعد كده تلاته اربعه، ادي خمسه سته سبعة تمانية تسعة، ادي عشرة، ادي 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 5 25 صنف. 26 ده بس ما تحسبش عشان انا بشربه. ما نعملها بعد كده. شفتوا حضراتكم قد ايه؟ طب يعني عايزك بقى لما تيجي تاكليها هتحس بايه؟ يعني يا عم عبده بيقول لي ايه؟ يعني مش هتبقى حلوه قوي. يعني طب انت جرب. انت خسران ايه يعني؟ مين يا فندم؟ يا عم اسامه؟ ها؟ يا ست ام اسامه؟ انا صباح الخير، ازيك؟ صباح الفل يا حاجه. ازيك انت عامل ايه؟ في نعمه يا امي. ربنا يزيدك من نعم وزي الصحه والسلامه، ومبروك الاعاده للقناه تاني. الله يخليك يا فندم خدامك. الله يخليك، ازاي صحتك؟ انا ماليش بقى غير هروح فين؟ مبروك عليه. انا ما ده بيتي، هروح فين؟ ما انا من بدري ما هم لو طالعين من باب اخش من الشباك. الله يخليك، الحمد لله على سلامتك. سلامتك يا فاطمة، الله يخليك يا ست الكل. الله يخليك، الله يديك الصحة والعافية ويديك النعمة والبركة والصحة دايما. أمريني يا أمي. الأمر لله، أنا منتظرة من حضرتك مكالمة ضروري بعد الحلقة. خدام سعادتك يا فندم. أشكرك يا ست الكل، خد رقمها يا بنتي. أشكرك يا أمي. يبقى بقى كده يا باشا، شفت الحاجات الحلاوه دي؟ قال لي وجع دماغنا بحته لحمه. يا عم عبد اصبر عليا، الله يخليك، يمكن توصل لحاجه تانية غير كده. طيب ادي الميه بتاعتي. نعم يا فندم. بحب الهوبر، بيفرح بالهوبر. طيب هل بعد كده يا سعاده الباشا انزل بالرز؟ لا، خلي لحمتي تستوي خالص، خلي لحمتي تستوي خالص، وبعدين نشوف بقى ايه هنعمل فيها ايه. يعني احنا بس نسوي اللحمه بتاعتنا، سواها ربنا. الرز ده اخر حاجه هنلعب بيه. اهو الحمد لله رب العالمين، الحمد لله يا رب العالمين. يعني انت كده شكلك عايز حاجه مني يا استاذ؟ ما انا بقول كده برضو انت بتخبط عليا. طيب استاذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني، ولا غير محطه واروح في العيادة. رجعنا بعد الفاصل. رابت ارانب، عندي ارانب، صينيه ارانب في الفرن. زي ما بقول لكم يا فندم، الارانب ده من حظها قليل معانا في مصر، زي ما قلت قبل كده 50,000 مره بناكلها عن طريق الطبيب، ولكن هي فيها خصوبه وفيها حاجات جميله جدا، يعني فيها فوائد جميله جدا. وانا بيصعب، يعني انا عن نفسي بيصعب عليا الارنب وهو بيتذبح، لما اكون انسان عاطفي شويه كده يا عيني بتاع، لكن انا بيصعب عليا. وعندي يمكن علاء في البيت ممكن ما اكلش الارانب، بقول لك يعني حاسس ان هو قطه. ف ارنب هو من انواع الاكل الخفيف الجميل وصحي جدا، يعني صحي يحط عليه 50,000 نقطة. عندنا أرانب بالبطاطس، عندنا أرانب بالبطاطس وتوم وبصل وأعشاب وفلفل حار وبهارات ملح وفلفل طماطم كرفس كرات جزر زيت. ولو قابلنا أي حاجة في الطريق هناخدها طبعا، ما عدا الصابون. ما انت ما حطيتش فلفل وملح اهو، عامل لك ايه يعني؟ لا ايه؟ في الملح والفلفل. فين هم؟ والنبي صدق النضاره مش انا عايز اركب مساحات للنضاره. ما انا عايز اعمل معاكي اي مشكله على الصبح.
ليه فلوس عندها وبعمل لي كده الراجل. اتفضل وادي ادي رومان بقولك هات فعل عليك. انت مدين الناس كلها مديناكي يا سنه مش عارف اقول لك ايه. مين يا فندم؟ ست سلوى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته ست سلوى. ازاي حضرتك؟ في نعمه يا بنتي. طيب اموريني يا عسل. ربنا يخليك لينا يا رب ودايما بصحه وعافيه ان شاء الله. وانت معانا يا ست الكل الله يكبر بخاطرك. الله يخليك يا فندم. انا بس عايزه اقول لحضرتك هي ملاحظه وطلب في نفس الوقت. نعم. ملاحظه وطلب في نفس الوقت. لما بنطلب طريقه حاجه او كده بتحرك بتعرضوا المقادير بس ما تبقاش فيه الطريقه. لا ما الطريقه ما انا بعمل ايه؟ انا ممكن يعني لازمتي ايه طيب؟ انت عايز تروحيني؟ لا ما اقصدش يعني جنب المقادير اللي حضرتكم بتعرضوها تحطوا الطريقه. لا 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 ما هو احنا بنفكر مع بعض بصوت عالي. انا لما احط لك الطريقه اروح. هم جايبني ليه؟ عشان اقول لك انا بعمل الارنبايه والطريقه انت بتصوريها او ما انت عارف بتعملي ايه قدام مني؟ بتنعسي؟ لازم تقفي لا ما هي الطريقه انا بقى بعمل ايه يا انسه؟ طب اسكت اهدي ساكت على جنب. خليني اكمل مع الست. اسم الله عليك انا طويت الميل يا ست الكل. احسن طريقه عشان تريحي نفسك وانت قاعده بالموبايل صور الحلقه. هتعملي فايل عندك على التليفون بدل ما الصور اللي هي التانيه بتاع مش عارف قدام المرايه والحاجات دي كلها، لا صوري الحلقه. انت هتصور الحلقه دي هيبقى معاكي فايل. عايزه تاكل ارانب هتروح داخله على هات الشربيني بيعمل الارانب، خش يا عم الشربيني بتعمل ايه؟ بقول لك 1 2 3 هتلاقيها قدام منك جاهزه بالمقادير بالطريقه بكل حاجه. لكن انا احط لك المقادير وبعدين احط لك الطريقه مش هتلحقي تشيلها من على الشاشه. وترجعي تقول للناس دي بقى ما بتساعدناش كويس. خلينا في الارنب بقى. اللهم صل على النبي. الارنب اللي معايا انا اول مره اشوف الارنب بيكون شايل دهن. متربي على الغالي. متربي على الغالي. كده. اهو. اهو. نصلي على رسول الله بالدهن بتاعه الجميل ده. الله يا بلادنا الله بالمخرج والكاست معاه. نعمل له صدمه كده. وبقول لي لا ما لازم كل حاجه تعمل لها صدمه. ما هو يا سعاده الباشا يا عم عبده يا غالي لازم كل حاجه كلها طعم جميل. ولما تيجي تطلع حته اللحمه تبقى بتتاكل معاك كده حلوه ولها شخصيتها. ما تبقاش مهريه ومتفككه وما انتش عارف شمال ولا يمين ولا راح فين ولا جاي منين. خدنا على قد عقلي ومعلش عايز تغير في المنيو غير كده. انا بشوي بصل هنا اهو. بحبك يا رسول الله. طيب فين يا ابن الطنج بتاعي وفين يا ابن الحاجه بتاعتي وفين المضرب المستحد بتاعي؟ يلا مش مشكله. شفت يا باشا؟ رشة الملح اللي انا حطيتها في الاول
ما بتخليش اللحمية تلزق في الطاسة. نعم يا فندم. ما يجي مني ها؟ بس اصبري كده على العيد الكبير هتلاقيني بالصلاة على النبي زي الفل. مساعد طباخ. انتوا عائلتكم حاجة؟ اطبخ جاري كليب ياسين. تقلي جيبك يا اختي. انتوا حرين بقى، انا مالي انا؟ انتوا حرين. اهو النبي في سل بتاع الصداع ده. اللهم صل على النبي. والله لو اوريك يا رومون، والله لو اوريك يا رومون. استناني برا. حاضر. هما تدفعوا، هتدفعوا له عليكم. انتوا رايحين تاكلوا، انتوا رايحين تاكلوا يا اخويا. كده عايزها تعلق كلها مع بعضيها. وادي البصله يا عم، شفت الجمال والحلاوه دي والهنا ده للولد ده. نصلي على النبي. نجيب بقى دي عاليه ونخلي دي عاليه على الواطي كده. كيك على العالي وكيك على الواطي. لعبت اللعبه دي قبل كده؟ كيك على العالي وكيك على الواطي. طب لعبت الترنجيله؟ طب السبع طباط؟ وهو انتوا مالكم مال الحاجات دي؟ انتوا بتوع البلاي ستيشن. انتوا بتوع البلاي ستيشن. لا انا برضه المخرج نفس القصه ممكن معاكم. مواليد 2017. مين يا اخويا؟ لعبت استغمايه. يعني ما لعبتش انت بقى الكيكه على العالي والكيكه على الواطي. كانوا بيقفشوك برضه في الاستغمايه؟ انت عرفتيها؟ طيب ماشي. طب لعبت سبع طوبات؟ طب ايه بقى اللي خدتيه في البلاي ستيشن بتاعكم؟ كلكم مواليد 2200. لسه ما اتولدت. طيب برضه نصلي على الحبيب. مخرج بيقول لي انت بترغي كتير ليه؟ قلت له ما انت مش عارف تملى. الله يا بلادنا الله. بص يا عمي، ادي البطاطس اتقلت. مع الجزر. اتفرج على الحلاوة، حلاوة دي بلدي ونجاوة نجاوة. مش عايز فيها صلصه ياما، مش كتيره، بس بقى ايه نبهر دول شويه فلفل وشويه ملح وهوايا هوايا. اجيب شويه بهارات شربينيه. مين اللي سرقها مني هنا؟ انا عاملها يا ولاد، حطيتها هنا اهي. لا كده ايه؟ ايوه الله 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 يا رسول الله. حبة كمان للكبسة. دي السبع، مش السبع حبوب، ده 18 حباية. ريحتها تجنن. مخدومة. انا بحطها هنا سرقوها مني. دي انا مش هستعجل عليها عشان عايزها تحور. ها
حبيبي انت يا ربي. الله يا بلادنا الله. نشيل ده عشان بس ايه ما تعرقش. بص والله يا جماعه احنا الميزه عندنا في الشغل هنا بنشتغل بمزاج. بنشتغل بمزاج عشان نطلع حاجه حلوه ليها طعم جميل. واحده واحده وزي الفل. قالوا لما ايه؟ لما ولما طال الشوق عليا. نجيب بقى حبة حرقين دم بعدم وجود الفلفل اللي حرق هنا. حرق استنى انا بتخد. ده بلاستيك اضحكوا عليا. يا ولاد الذين ماشي. طيب ناخد طماطمتين حلوين من الطماطم اللي بتفرق دي. منك لله منك لله اللي ظالمني. دايما بخش السوق كده احب اجيب حاجه من السوق كده ونشتغل بيها. الله يا بلادنا الله. نصلي على الرسول. يلا يلا يا باشا هنستأذنكم ناخد فاصل ونرجع تاني ولا غير محطة هروح اي حد. رجعنا بعد الفاصل. طيب قوم بقى ايه لحمتنا استوت. ارنب على النار. الرابط على النار. الله فله.
نعم يا اختي ده ملبن. انت عايزه حته انا عارف، بس بعينك بعينك انت جاست لوكينج وما تلوكيش لوكن وزاد لوك. ست عائشه ازيك يا سيف؟ صباح الفل عليك يا ست عائشه. عامل ايه؟ في نعمه يا ست العرايس. انا بحب اتفرج عليك جدا. اموريني يا قلبي. ينفع طريقه الدونات؟ ليه يا فندم؟ الدونات عيني كل حاجه انت عايزاها انا خدامك فيها يا بنتي. ربنا يخليك يا شيخ. عينيا يا بابا، تحت امر سعادتك يا فندم. حاضر يا ست العرايس، هات لي يا ست الدونس والنبي. ما ترديش عليا. برضه؟ قول لها هتقول لي حاضر. ماشي. بص بقى يا سيدي. ده اللي قلبك ده في ايدي. ادي اللحمه بتاعتي بتاع الكبسه. احنا بنعمل حاجات جديده وزي الفل. ونخش بيها الفرن. نسقط الرز بتاعنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. هو هحتاج حبة مية تاني لان الرز بسمتي بياخد مية ياما. نغطي نشيل ده مكانها. هنا بقى يا سيدي الرابط أرانب. يعني فيها ميزة حلوة ان ما فيهاش صلصة كتير، معمولة حلوة بلون مستكاوي جميل جدا. مين يا فندم؟ يا عم احمد. عم احمد الحمد لله. السلام عليكم يا عم احمد. ازيك يا عم احمد؟ حضرتك ايه يا عم احمد؟ حمادة يا دودي يا حمادة. وفضلت احايله ما يرد واقول له يا حمادة ما يرد. طب اعمل لك ايه؟ ماشي. شايفين الجمال ده؟ صوري بالموبايل يا ست الكل وما يهمكيش. كل اعملي فايل عندك، اعملي فايل عندك طول ما انت بتصوري كده. فل الفل فل الفل. مغرب بيقول لي هيتاكل ده؟ لا سامحك يا ابني، دايما بتشك في مقدراتي. هما هنعمله ايه يعني؟ مش عارف. وبيقول لي هيتاكل، مش عارف ده يقصد ايه يعني. ما بعرفش اطبخ مثلا يعني؟ مش فوش يا اخي، اما اديك قفايا بقوله. ماشي اشكرك. اللهم صل على النبي.
اللهم صل على النبي مليون مره. اهو حبيبي يا رسول الله. كده بقى حضراتكم تعالوا نشيل حبة البصل اللي على النار دول اللي على شويناهم. كده عندي شوية متبل او شوية بتنجان مشوي، حاجة ملاش حل. ما هو الاكلة دي عايزة حاجة حرشة. نشوف مع بعض. تقول عليها بابا غنوج، تقول هو البابا غنوج بتقال عليها كذا اسم. ساعات بقولك متبل، بابا غنوج، ليها 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 كذا اسم يعني. لكن احنا بنعملها بطريقه جديده برضو وحلوه، وتسمي زي ما انت عايز تقول. الله، يا واد يا واد يا واد يا ولا. اقلبها بس. قال له مش اي اي ولا زي زي ولا من كل قطه. قال لي يا مشمش. مجلجل اهو. ودي تقليبه هنا. نعم يا فندم. ست اميره، ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا ست اميره. بص يا شيف، هو انت اكلك يعني؟ نعم نعم يا اميره. طب حاولي تكلمي انت ناس التعرايز. تحت امرك. طيب بولا 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 برم الله. اه دي بولا كبيره هنحط فيها البتنجان بتاعي، بيبقى جوسي كده زي ما انتم شايفين، عليه خل بالميه بتاعته الحلوه دي. طبعا ده ما بشوهوش في الفرن، ده بشوه على ظهر الايه الصوايه او على البوتاجاز زي كده هنا على وش الفرن ده يعني اكزامبل. او عايز تشوف حاضر. يا هنا يا هنا، بتنجان ده يا على الفرن هنا يا على الشواية هنا، ما بنحطوش. الله عليك يا ابني، ما بنحطوش فين؟ في الفرن. في الفرن هيسود وشكله هيبقى عاطفي ولا سياحي شبهي. ده هنحط كده ده يتشرب وخلاص. اللحمة كده حلوة. اهي
طيب اغطيها عشان قوم بقى ايه يا سيدي، الرز بتاعي شغال اهو. نيجي هنا بقى حضرتك هنكسر البتنجان ده كده، اي سكينة حامية كده، ما تخليهاش تلمس البولة لان كده كده هتتكسر اهي. بيتكسر كله معانا وهو زي ما انتم شايفين حضراتكم من غير السكينة ما تلمس الايه البولة. حلو اهو. نيجي على البصل بتاعي اللي انا شويته اهو، الله على الريحة الله حلوة. انا بصوا اعشق البصل المشوي ده، بعشقه عيش، بيبقى طعمه جميل جدا على المشويات. وهو والفلفل والطماطم لما تخش على مطعم كده ويكون شاولك حبة زي دول بيبقى زي الفل. طيب ناخد فاصل ونرجع تاني، ولا غير محطة ولا هروح في حتة. رجعنا بعد الفاصل وكده، كنت بلعب بشوية حاجات كده، قال لي انت عمال بتلعب في ايه وعيب كده لما انت تكون كده 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 يعني. قلت له بقى مش هتجرنش، قال لي جرنش ايه يا عم، جرنش ايه اللي انت جاي تقول عليه. قلت له شكرا استاذ، خلاص مش هكمل مش هكمل يا عم. ابص بقى على الفرن بتاعي اوفر لي، ما تبص بقى بعينك بقى وارحم بقلبك وصلي على الحبيب بقى. بص بعينك بقى يا باشا، اهو اهو يا باشا، اهو يا باشا الارانب اهو، الرابت الرابت اهو، الرابت استوي، وادي الكبسه صلاه النبي احسن. طيب والبتنجان بتشوي قدامكم اهو، ونكمل بقى ايه حبه السلطه بتاعتنا. ادي البتنجان ده بصل، على فكرة ده أساس البابا غنوج في الكتاب. ده توم مشوي اهو نفس القصة، ده برضو توم مشوي نفس القصة. التوم المشوي ده يا جماعة حكاية 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 من هنا للسنة الجاية. وكله كله صحي. وده فلفل الوان، باخده بس الاول كده. فلفل مشوي ده فلفل الوان متقشر، يعني بعد ما بشويه بقشر بشيل السكن او الجلد اللي ايه القشر اللي عليه.
بيقول لي تضربه في الخلاط وتخلص، قلت له لا انا عايز اقطعه على ايدي كده. قال لي عايز تصدعني؟ قلت له معلش استحملني. حب الجوز دول اهم حاجه عندي. ادي حبه مشوي اللي هو الحار، الفلفل الحراق، كده خلصت من الفرن. ده مضرب يبقى كده حضراتكم عرفنا البتنجان بتشوي ازاي. اهو في بولة مية كده زي ما عملت في البصل اهو كده، هتقشر قدامكم سهل جدا اهو. حبيبي يا رسول الله اللهم صل على النبي. طيب نشوف الفرن بالمرة. حلو حلو وكذاب وليه صدقته. طيب يلا كده كله مع بعضه. ده كمون، سلطان بيبر، حبة ملح وفلفل، زيت زيتون، كده يا حلاوه يا حلاوه على البلدي والنجاوة نجاوة. مش هقول ولا اقول لك، حقك عليا حلوه. حكايه حظك وحش اصلا عشان مفيش فاصل تاني عشان تخش كده. يبقى انت عايز تخش، ما انت بقى انت عايز تدخلها. ماشي ماشي ماشي، انتوا متفقين معايا عليا. لا برضه عايز تدخلها تاني، مصر انها تخش. طب مش هاخد، مش هديها حاجه من هنا، هناخد فاصل ورجع تاني وانا غير المحطه ونروح في حته. رجعنا بعد الفاصل وكده. دي اللي مش هنقول عليها، يعني يتقال عليها كذا حاجه، بابا غنوج، متبر، راهب، لو حطيناها شاطر امانها يبقى اتغير الاسم بتاعها، يعني ليها كذا اسم، لكن احنا عملناها بطريقه جميله وجديده، واكيد ان شاء الله ان شاء الله هتعجب حضراتكم. اديناها زبادي والطحينه، ليمون، وزي ما انتم شايفين كده بقى ايه
نبدأ نزوق. كده. طيب. ادي اول صحن حدنا. نطلع بالصحن اللي في الفرن عشان لسه عندنا عصير. يا عم عبدو ايه رايك يا عم عبدو؟ هيجي مني؟ قال لي على ايدي الكبير حاضر. هيذبحوني ولا ايه؟ طيب. وادي الكبسه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي يا رسول الله. دفرن. في اختلاف. الرزاوة واخده راحتها. طرية. جوسي. حاجة جميلة. حاجة حلوة. يا صلاة النبي. بقول له انت شايل اللوز. شكرا. حلوة. حلوة صلاة النبي. عايز رجاله بقى. دي شكلها كده عايز رجاله يقلبوها. اهو. طب انا عندي حل تاني. برضو. كده ارحم. بدل ما نتعب نفسينا. كده. اصل تقيله قوي. صلي على الحبيب. هلا كده دلوقتي عشان عندنا شوية عصير حلوين. الله يا بلادنا الله. عند الخلاط كده. ادي كيوي فراولة. فراولة. طيب. موز.
قال لي فين شفايف الهانم؟ قلت له حاضر يا باشا، زي صوابع الست وصوابع زينب. لا لا لا، في صوابع زينب وفي مش الست. لا احنا عندنا بقى شفايف الست، واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه، ومحدش حاجه حدانا. الله 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 الله. طيب الله عليك، الله الله يا بلادنا الله. صلى على النبي يا عمي. انت زعلان مني ليه؟ لا انت واخد منك على واخد على خاطرك مني. طيب يا حبيبي الله يسترها مع الدنيا اخرى. بسم الله بس عايزه مجروش، عايزه مجروش. قال له مجروش حاجة. هم ما تزعلش نفسك، لا مفيش حد يدوب. بس بس اللي بيقول هتودوهم فين، خايف قوي عليهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي يا باشا الكبسه اللي على الطريقه الشربينيه اهي. واهم حاجه اشكر ابني وحبيبي وصاحبي عم عبد اللطيف. بشكر كل كاستل معايا، واشوفكم بكره ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.